بينضم لي على التليفون الأستاذ الكبير منتصر الزيات. أستاذ منتصر أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا. يا ترى يا أستاذ منتصر شايف الدنيا رايحة لفين؟ امبارح كان معانا شيوخ من القضاء وكانوا بيقولوا إن الموضوع هيروح للتهدئة، ولكن واضح إن الحكاية كل يوم بتزيد أكتر وأكتر. أكيد الاحتقان موجود. سبب الاحتقان مازال مستمر. أعتقد إن إدارة الأزمة ليست غير موفقة. المسألة لا تتعلق من وجهة نظري بحكم محكمة أو قرار محكمة، لأن لا ينبغي أن نتعرض إطلاقا لصلاحيات المحكمة في قرارها، وإلا يبقى على العدل السلام. محكمة تصرف وفق القانون من وجهة نظري. لكن المشكلة يمكن تكون في انه المجلس النقيب وبعض اعضاء المجلس كانوا بيديروا التفاهمات اعطوا يعني جرعه زايده من التفاؤل قبل الجلسه بيومين، وقالوا كلاما صريحا ان الحكايه انتهت وان الازمه انتهت. ايوه، بما يعني يكاد يكون تصريح انه الزميلين هيفرج عنهم في الكارثة. وانا الحقيقة كنت قلق جدا من هذه التصريحات، لانه البوح مقدما ومسبقا ان هناك قرارا سيصدر من المحكمة، الحقيقة اي مواطن مصري مؤمن بهيبة القضاء وباستقلاله هينزعج. هناك قرارا مسبقا سيصدر من محكمة تفرج عن الزملاء المحامين. عندك حق، عندك مش مقبول. أنا من ناحيتي أنا مش قابله، لا أقبله، لكن إعطاء هذه الجرعة الزايدة أعتقد هو يعني اللي عمق المشكلة أكتر. يعني لكن الاحتقان موجود، وأنا عايز أوضح بس في إيضاح سريع. تفضل. يعني انا مع كامل تقديري طبعا للاستاذ النقيب وهو صديق عزيز، ولكن وبذل لا ننكره عليه في اداره الازمه، لكن انا اعتقد انه فشل نهايه فشل، وبالتالي لابد ان يكون متحملا لنتيجه هذا الفشل، خصوصا الاداره كانت في ايده هو، يمكن هو استاذ عمر هريد امين الصندوق، واحنا اعطيناهم فرصه كامله، يعني ما حبيناش نتدخل، ما كناش نعرف ايه اللي بيدور، ايه طبيعه المفاوضات، ماذا يقولون، الى ماذا يعني الى اي شيء يعني ينتهون. كل هذه النقاط لم نكن نعرفها، وكل ما يمكن ان نلقاه ان الامور تحت السيطره والحكايه تمام. تحت السيطره؟ عفوا يا استاذ منتصر، تحت السيطره ازاي؟ واستاذ حمدي خليفه وفضلت معاه لحد ما قال لي واكد على الهوا بعد مكالمه المستشار مرتضى منصور انه ما كانش يعرف ان المحامين قدموا اعتذار. تحت سيطره ايه؟ انا اسف. لا ما انا بقول لك، انا بقول اللي كان بيتقال. ده مش حقيقي. انا عايز اقول لك، وانا كنت بقول للاستاذ حمدي خليفه، كنت وانا من يعني من كبار المحامين، لا اعرف، فما بالك بمحامي. لا، هو قال عفوا للمقاطعه المره الثانيه، هو قال بنص كلماته وعندي تسجيل الحلقه الاستاذ حمدي خليفه ان حضرتك تعرف ان كان في اعتذار. انا عرفت انه في اعتذار من بعض، يعني معلومات بدات تتناثر، فاتصلت بيه لانه قيل لي ان الاستاذ حمدي خليفه الان في مكتب النائب العام. ايوه، وانه ذهب يقدم اعتذار للمتهمين. للاثنين زملاء، فاتصلت به فقلت له يا استاذ حمدي، انت حضرتك انا بلغني الان ان في اعتذارات حضرتك بتقدمها. قال لي اعتذارات ايه؟ ما فيش اعتذارات، الكلام ده غير صحيح، دي اشاعات. فنفى، لان الكلام كان بيتردد بقوه. نفى تماما، بس انتهت صلتي بهذا الموضوع، واتضح ان كان في فعلا اعتذارات. كان هو على علم بموضوع هذه الاعتذارات، هو نفى في المحكمه. لكن لما انا كلمته وواجهته بهذه بما يتردد عن تقديم اعتذارات، نفى. هو نفى بما لا يسمح حتى بتقييم الموضوع. انا لا اصادر، يعني احنا كان من الممكن ان نناقش كل الخيارات وكل المسارات، لكن المشكله انه لم يكن هناك نقاش يدور في نقابه المحامين.
مع الثورة ومع الاحتقان. المشكلة ليست لدينا، ليست أنا أتوقع، أنا يعني أنا يعني وجهة نظري إنه هو إن المجلس ده كان أقرب شيء يفعله النهاردة. أنا لم أتابعه على بالمناسبة، ولم أكن أنتظر أي نتيجة من هذا المجلس، لأنه يعني نعم لا ننتظر منه شيء، ما لن يفعل شيء. إدارته للموضوع هما الاثنين، الأستاذ حمدي خليفة والأستاذ عمر هريدي، لم تكن على المستوى المطلوب. حزب وطني، وحتى اتصالاتهم بالجهات المعنية هتكون اتصالات داخلية ليست فيها طرح آلاف وآمال المحامين، ليس فيها طرح احتقار المحامين. تشكيل وفد المقابلة الرئيس مبارك توافق ولا ترفض، ولا شايف انه موافق على ايه؟ تشكيل وفد من المحامين لمقابلة الرئيس؟ والله الأمانة طبعا الأمانة من الحكام، وإن كان أنا قناعتي إن كل شيء وصل للرئيس، لأن الرئيس يتابع ويحيط بالموقف وتنقل إليه تقارير من جهات معنية كثيرة. أي وهو يتابع عبر وسائل الإعلام كمان، لأنه نعلم أنه متابع جيد للأزمات. أكيد أنا أعتقد إنه الموقف واضح أمام السيد الرئيس، لكن لا مانع أيضا هناك وفد من المحامين يتوجه لمقابلة السيد الرئيس وعرض المشكلة عليه. إذن الموضوع ما زال محتقنا، وما زالت الإضرابات ستستمر مع المحامين يا أستاذ منتصر. والله أنا لا بد أن نقف وقف المسألة بقى، لا هيش مسألة استمرار إضرابات ولا يعني حالة الهياج. لازم نقف وقف، لازم يكون وقفة، نعرف احنا واقفين فين وإيه الخطوات المفروض إن احنا نعملها، وإيه الإجراءات التي يتعين عليها علينا فعلها كجماعة حقوقية كجماعة قانونية. المسألة النهاردة باتت أكبر من إنه الأستاذ النقيب يتصل بها الدكتور أحمد فتحي سرور، مع كامل تقديرنا للدكتور أحمد فتحي سرور طبعا، أو الأستاذ عمر هريدي من خلال اتصالاته في الحزب الوطني. لا، المسألة أكبر، المسألة تهدد مهنة المحاماة بكل تأكيد. مهنة المحاماة الآن مهددة. أخيرا، مهنة المحاماة مهددة، تعبير قوي جدا. حابب أسألك، معلش تصريح كان قوي لحضرتك، مش عارف صحيح ولا لأ، نشر في أحد الجرائد أنك هتقعد 2 من الإعلاميين في بيتهم. وأنا يعني مصر على هذا، لأن الحقيقة يعني ما يجاملوش حد على حسابنا، على حساب المحامين. أهانونا وطعنوا فينا وفي شرفنا وفي كرامتنا بتقربهم إلى بعض الدوائر في السلطة وفي السلطة القضائية. طب شبهت ده بواقعة مرتضى منصور وأحمد شوبير مع حفظ الألقاب، ممكن أعرف مين الاثنين إعلاميين دول؟ يعني حتى يعني أنا الآن أعد الدعوة اللي هقدمها إلى المجلس، إلى القضاء، مجلس قضاء الدولة. واحد هيكون في محطة تلفزيون عربية بتبث من القاهرة، والآخر في التلفزيون المصري الرسمي. التلفزيون المصري الرسمي في برنامج جديد تم بثه مؤخرا. أستاذ منتصر زياد، بشكرك شكرا جزيلا على التوضيح وعلى المداخلة. ما حبيتش أثقل على الراجل في الأسماء، واضح أنه حابب يحتفظ بالأسماء لوقتها اللي هو هيختاره. عايز اقول قبل ما اروح لعمرو واكد خبر بيسعدنا كثيرا، وان كان لسه مش على المستوى المأمول، الدكتور